موضوعنا الآخر مختلف، لذة الطعام. لذة الطعام قد لا تأتي بغلاء سعره أو برفاهية طريقة الأكل، فقد تكون الحاجة هي السبيل إلى صناعة أشياء وطقوس تشعرك بلذة الطعام. نعم، في تقريرنا التالي، تصنع أم عبدو الموقد الطيني ليكون في ظل نقص الغاز أو انقطاعه في بعض الأحيان معيلا لها ولأسرتها المكونة من 8 أبناء بعد أن توفي زوجها. فالناس تقبل على الموقد الطيني لكي تسد حاجتها من قطاع الغاز وتشعر بلذة الطعام. يعني بيقولوا الأكل على الحطب أو على التنور أطيب من الأكل على الغاز. خلونا نشوف سوى التقرير. بما تتيحه الأرض من تراب يصنع المضطر بديلا يغنيه عن الغاز بعد أن أصبح الأخير صعب المنال. هنا في معرش مارين جنوب إدلب تبدأ أم عبدو يومها وهي تجبل التراب بالماء والتبن قبل أن تنهمك بكلتا يديها في هندسة موقد تتيح ثقوبه ديمومة اشتعال النار فيه ويسهل تصميمه المتقن عملية بيعه للمستهلك. بحط جرين وخليه لتاني يوم. تاني يوم بقلبن، كني بسني بقلبن ودير عليه أول دور بثقبه مشان التهوية عشان ما اطفى النار. استنى عليه ساعتين ثلاثة وبرجع احط الدور الثاني. 60 عاما ليست بالعمر القليل على سيدة تعيل 8 من أبنائها، بيد أن اعتيادها على صناعة المواقد يوميا جعل الأمر سهلا بالنسبة لها، لكن هذه السهولة تتطلب يوما كاملا من العمل المتقطع ورضا بما يقارب الدولار أو أكثر من دولار بقليل في حال تم بيع الموقد. اتجأت لها الصنعة لأن ما عندي وسيلة غيرها عشان أعيش منها. في ناس تأخذ السرمدة، في ناس تأخذ يعني مناطق الشرقية، هون بهالمنطقتنا ينطبخ عليه قلي. بدك تقلي مقالي طبخة الكبير يعني محشي تسخن مي. معظم نساء الريف الإدلبي يستخدمن الموقد، سيما إن كانت الطبخة تحتاج إلى الكثير من الطهي. وبعيداً عن الحاجة وضرورتها تبقى نكهة الطعام والشراب على جمر الموقد أكثر لذة من نظيرتها على الغاز. يمكن المشهد كتير حميمي، الحطب والموقد اللي عم تصنعه، يعني مثل ما ذكرت تقريبا انه مع انها كبيره كتير يعني بالعمر ولازم بهالعمر تكون هي مرتاحه، بس للاسف الظروف اضطرتها انها تشتغل هذا الشغل. نتمنى لها صحه اكيد دائما، نتمنى لها طول العمر. يعني فعلا مشروع كتير مميز، انه يعني الاستغناء عن الغاز بهالاداه البسيطه من الطين. هلا بدنا نسال عابد عن رايه بحكي ميديا.